الو، بخير؟ لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. كي داير انتي؟ كل شي مزيان. اش تعاودي؟ وفين الغبور؟ غبرتي غبرتي بزاف والله العظيم. الا غبرت ياه، خاصنا نتلاقاو شي مره، ضروري نتلاقاو هاد اليومين ان شاء الله. نمشي انا وياك شي ريستورون، ناكلو في هذاك الشي ديال العداس، اللوبيا. باغا الحوت؟ الحوت موجود موجود الحوت. لا لا، نشري لك الحوت المخير والمجود، وندير لك الدجاج محمر بالفريت اللي بغيتيه نشري لك. او تراكي لامور ديالي لامور. لا لا، ما كايناش حليمه درك. لا، حليمه ماشيه للحمام. ماشيه للحمام وخلاتني بالغدق، ورا من 3 ديال العشيه، ودابا درك 7 ومازال ما جاتش. عبتي، خليني ساكت، نشوف كيفاش ندير تندريب ليها هادشي في حالها، وتبقى ليا التقيق، ونعيش انا وياك احلى الذكريات. اي كنموت عليك انا، ربي يحفظك ليا. ايوا دابا انت سيري ديري درك. سيري تعجني الملوي. كيعجبني الملوي اللي كديري، تبارك الله عليك، راكي طيبه ماهره. وسيرتو هذاك الكسكس اللي كديريه بالزبيب والبصله. ملي كنكون كنضرب فيه كنحس براسي بحال الا في السماء العليا. لا تيا مجهده، ان شاء الله باذن الله غير نفك مع الحليقمه هذه، وانا معاك عاو نعيشوا الذكريات ان شاء الله. ولكن شوف، هاد اليومين ضروري نتلاقاو. نمشي انا وياك ندورو ونفوجو. الحمد لله كاين الفلوس، كاين كل شيء. ونشري لك اللي بغيتي نشري لك. مرحبا، كاين الطوموبيل، شريت واحد الطوموبيله جديده. اي، واعره واحد الطوموبيله انا وياك. هو مره كتقطع عليها الفران. بعد مرات انا وياك كنحيد رجلي ونمشي للفران غير بيدي ونجر. بعد مرات كاع كنزل من الطوموبيله وتبدا الطوموبيله كتجري وانا تابعها، حتى كنشدها. نشدها ونوقفها صافي، ونعاود نركب فيها ونعاود عاوتاني نديماري. ولكن غير صايبه، ماشي مشكل ماشي مشكل، فيها غير شي سليكات غنلاقيهم صافي، وغتولي توقف بوحديتها. ولكن مع المده ان شاء الله، ملي غناخدك باش ما تسمعناش حليمه، هضري غير بشويه. ملي ناخدك ان شاء الله، غادي نشري ديك الطوموبيله المجهده، هذاك سميتها الروج رونفار، ولا هذيك فيها الخيل، هذيك راه بحال المحرك ديال التيران، غطلقي فيها العودان وخليها غادي تبدا تجري راسها ان شاء الله. قولي وداعي معي داعي معي. قولي شنو لابسه درك؟ ويلي ويلي، صيفط لي، شوف صيفط لي تصاورك واقفه فيهم، صيفط لي في واتساب. راه درت واتساب، راه شريت تليفون واعر مجد. يلا يلا، صيفط لي التصاورات. وشوفي، صيفط مع 12 ونص ديال الليل، مما نعسات عليك ما حد. دابا غتجي من الحمام غتجي مهلوكه صافي. يلا يلا يلا، بونوي بونوي، سلامه سلامه. او الحب ديالي، تاش قربنا حنا لشي حليقمة ولا جين نم؟ وشكون؟ حليمة، انت جيتي من الحمام؟ وانت شحال في الساعة انت درك عاد جيتي؟ شحال انت ماشية من 3 ودرك 7؟ دعوت لها واش كنتي خدامك السالة في الحمام ولا ما بخباريشو؟ مزيان تبارك الله، وخليتيني بالجوع، الله يعطيك الجوع. الثلاجة خاوية، مالك يا اختي؟ ديري لينا غا الغدا وسيري تا الاخرة. انت شتك مصايبة شعرك وهدا في الغدا بالسلامة، كتبان ليا بحال مسافرة انتي. غدا غدا العرس، عدمن صاحبتكو. هذيك الشابة اللي كتجي عندك هنا مرة وكطيرة وتزوجت، بحال الله العظيم يتزوجوا هذوك اللي كيطيروا. اما الزينات كاع ما يتزوجوا، الزينات العيالات الزينات مساكن ما عندهم زر في الدنيا. مزيان مزيان، غدا تمشي عند العرس وشارية لها شي كادو. شريتي الكادو؟ ومنين جاوك الفلوس؟ ياك 4000 ريال عطيتها لك تقضي بيه، تقديتي منه وخليتي باش تشري الكادو. انت راك مطور حليمه صافي. شي نهار غادي يجيني السيزي في هاد الدار هذا، وشوفي الله يرحم جد بوك، انا نوصيك وصيه. شوفي، غادي نوصيك من هنا ونتفق انا وياك من هنا، تمشي للعرس تلبسي تكشيطه محترمه، وما تكونش مزيره، وما تزيراش بديك المدمه، وما تلبسيش ليا الذهب، وما ديريش ليا الطوانق، وما ديريش العكر، وما تلقيش الشعر صافي. وملي تمشي جلسي في شي كرسي، وبعدي من العيالات، ما تصاحبيش ليا مع العيالات، الله يرحمك الوالدين. كل مره تمي جايبه ليا صاحبه جديده وتقول ليا هدي راه تعرفت عليها في العرس فلان الفلاني،
لا ما نقبلش هذا الشيء. العيالات راه ما نبغيهمش يجوا عندي للدار، راه ما كاينش اللي مخربق لي انا وياك قد دوك العيالات اللي مصاحبه معاهم ومرافقه معاهم. وراه عليا شي شويه جلسي بوحدك في العرس، ما تهدري مع حتى شي وحده، ما تجلسي حتى حتى شي وحده، وكولي غير بشويه، كولي وقيسي وجيبي معاك شويه في خبيز، وعندك تخليني بالجوع يا المسخوطه. انا عارفك انت ملي كتدخل للعراسات ما كنبقاش تبان لك نهائيا. ومن اللي نقول لك واحد الحاجه، غنتفقوا على من درك ولا ما تمشيش للعرس، الشطيح ما تشطحيش، حق مولانا ونسيق لك الخبار بتيك حليق ما سيرت تشطحي في العرس يا تندفنك. انا نقول لك ما نبغيكش تشطحي بتاتا، وجلسي حدا العيالات، ونبغي في هذاك العرس بتي حليق ما يكونوش مخلطين فيه الرجاله مع العيالات، والرجاله ما يكونوا الفوق، طلع الرجاله الفوق والعيالات يكونوا لتحت. راه غنجي نعس عليك، وفي الغرابة عطيهم غير 5 دراهم، ما تعطيهمش 1000 ريال، وتبداي تفوحي عليهم هاك يا مولا الف مول 4000 مول 6000، اعطيهم 5 دراهم كل شيخ، اعطيها 5 دراهم صافي، علقي لها 5 دراهم بركة، وادعي معايا الله يشوف من حالي. اشوف يا حليمة هدرتي الله يرحم شد بوك ديري بيها، غاوة نوصيك حليمة واحد لو صديق خاصك تاهي ديري بيها، هادشي حنا اتفقنا عليه ما غنرجعوش نتكلمو فيه. هاديك صاحبتك سميتها نعيمة، هذيك نعيمه اللي كتجي عندي هنا كل ساعه خيطي بيطي خيطي بيطي، كتلقى الباب محلول كتخرط كتدخل ما كاين لا سلام لا بخير، هاك تخرط وتريح تبدا تاكل تمشي الكوزينه دير اي حاجه، ما عندهاش مشكل كاع ما تحترمني انا. ولا لا احليقمه هذيك نعيمه تفرقي منها، اعطيها باتساع ما تمشيش معاك العرس، حق مولانا ولقاك مشات معاك العرس تنصفيها لك. واحد فينا غيتخص في الدار، انا وصيتك وما نعاودش نناقش معاك هذا الموضوع مره اخرى. ولي تسمعي الهضره الله يرحم جد بوك، راه ما كاينش اللي غيخرج لينا قد العيالات، هذوك العيالات اللي تتابعهم طريقه منحوسه، شوفي هما كي غلاضات تبارك الله، غلاضات ولاو غلاضات، ورجالتهم رقاقو ما عندهاش كيديروا رجالتهم. حولني كنقول مالي انا يا بديت كنضعف وشتي سيرت غلادي ودني منك، ويحطوا لك الكلام في راسك ويدور لك في مخك مزيان، وتمشي تجربي فيا شي حاجه، حق مولانا انت غتمشي لجهنم. نقول لك المهم سيري حيدو دوك السطولاق، وسيري ديري لينا لا كاين شي ما يطحن، جرى حنا فيا الجوع، وانا من الصباح وانا سير غنشرب فاتاي على الجوع، الله يعطيك الجوع. سيري سيري الكوزينه دير لينا شي بيصاره، انت سيري الكوزينه دير لي شي بيصاره، واش انا غادي نبقى كل ساعه نهضر معاك وانت سالا كتشوفي فيا وتهرب شويه، واحد غي سلايه معاك هنا راه مقدرين بوجهكم، انا قبل الحقوق المراه، واحد غي صفقه معاك.